بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلاب الفرقة الرابعة مدني قسم الهندسة المدنية المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ. إن شاء الله هكمل معاكم النهاردة مادة الهندسة البيئية. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على الجزء بتاع السيدمنتيشن. إحنا كنا نهينا آخر حاجة المرة اللي فاتت في عملية الترويب، وعرفنا ان عمليه الكواجوليشن بتتكون من اضافه كيماويات او ماده مروبه اللي هي غالبا بتكون الشابه. بعد كده ببدا اعملها محلول في الالم سوليوشن تانك وابدا احقنها او اضيفها في خزان الخلط السريع. بعد كده ادخل على خزان الخلط البطيء، وعرفنا نصمم الحاجات دي كلها. بعد كده الميه هنا بتكون الفلكس اتكونت وجاهزه بقى انها تدخل على عمليه الايه؟ الترويج الترسيب. طيب ايه هي عمليه الترسيب؟ يعني ايه عمليه الترسيب؟ هي فصل المواد الصلبه العالقه اللي كانت موجوده في الميه الخام، سواء كانت موجوده اصلا داخله في الميه او اتكونت في مرحله الايه؟ الترويب. لان زي ما قلنا ممكن تكون المواد الصلبه دي صغيره جدا ومعلقه جوه الميه، فابدا احط ماده مروبه عشان تتفاعل معاها وتكون ماده جيلاتينيه فتقل وزنها فتكون الفلاكس، او تكون اصلا الميه داخله بحجم الحبيبات فيها كبير فتكون اصلا جاهزه برضه للترسيب. تمام، زي ما هنشوف بعد شويه. يبقى الترسيب هو فصل عموما المواد الايه؟ الصلبه. طب في كام نوع من انواع الترسيب؟ عندنا اربع انواع هندرسهم من انواع الترسيب. نوعين بيحصلوا في ميه الشرب او في معالجه ميه الشرب، ونوعين بيحصلوا في معالجه ميه الصرف الصحي. طيب خلينا الاول نبدا باول نوع اللي بنسميه تايب 1 سيتلينج او البلين سيتلينج، الترسيب الطبيعي، او بنسميه برضو الديسكريت بارتكلز، ترسيب الحبيبات المنفصله. طيب ده ليه؟ زي ما قلنا في النوع ده الميه بتدخل من الانتيك على طول دايركت على الترسيب، مفيش عملية كواجوليشن، مفيش مادة مروبة ولا خلط سريع ولا خلط بطيء، لا، لأن أصلا الحبيبات حجمها كبير، فبدخل على طول على عملية الإيه؟ الترسيب. طيب إيه مميزات النوع ده؟ طبعا زي ما قلنا الترسيب بيحصل تحت تأثير الجاذبية، مفيش مادة مروبة، مفيش تفاعل ما بين الحبيبات وبعضها، فبالتالي لا هيكون في تغير لا في شكل ولا في حجم ولا في الوزن النوعي بتاع الإيه؟ بتاع الحبيبات، يعني كثافة الحبيبات دي بتظل إيه؟ ثابتة. طيب بيحصل فين النوع ده؟ زي ما قلنا النوع ده بيحصل عندنا في المعالجه في نوعين او في حاجتين. الحاجه الاولانيه زي ما قلت من شويه في محطات معالجه الميه العاديه اللي احنا بندرسها بنظام المرشحات الرمليه السريعه، بس بدون عمليه الكواجوليشن، مفيش عمليه ترويج، بدخل على طول من الانتيك على الترسيب. طيب بيحصل فين كمان؟ لما نيجي ندرس الصرف في وحده اسمها وحده ازاله الرمان او الجريت ريموفال تانك، بيحصل هنا فيها برضو ترسيب من النوع الاولاني، تايب 1 ايه؟ سيتلينج، ترسيب بدون ما اتدخل او بدون ما يحصل اي عمليه كواجوليشن او اي من غير ما تدخل اي ماده مروبه في الايه؟ في الموضوع. طيب تايب 2 سيتلينج على عكس النوع الاولاني، هناك كان حبيبات منفصله، هنا اسمها حبيبات مروبه او فلاكيوليتد ايه؟ بارتكلز. هنا ببدا اضيف ماده مروبه زي ما احنا متعودين، والماده المروبه تبدا تتفاعل وتكون ماده جيلاتينيه تجمع الملوثات حواليها وتكون لي الفلكس او النودلز. مجرد ما النودلز دي تكون جاهزه ببدا بعد كده ادخل على عمليه الايه؟ الترسيب. يبقى هنا من الواضح ان في تفاعل ما بين الحبيبات العالقه والماده المروبه، ونفس الحكايه بتجتمع الحبيبات دي حول الماده الجيلاتينيه وبيحصل لها تغير في الشكل والحجم والايه؟ والكثافه او الوزن النوعي. ومن امثله النوع ده اللي هو الترسيب اللي احنا شغالين عليه في محطتنا اللي بنصممها دلوقتي، بتبقى بعد عمليه الايه؟ الترويج. طيب 3 و4 بيحصلوا في الصرف الصحي، هنقولهم سريعا بس احنا هنركز عليهم بعد كده واحنا بنشتغل في الايه؟ في الصرف. طيب 3 ببساطه بيحصل في خزان الترسيب اللي موجود في محطه معالجه ميه الصرف في وسط عمق الخزان، يعني في نص عمق الخزان تقريبا. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ هنا ما بقتش الحبيبات بتترسب كل حبيبه لوحدها، لا، ده الحبيبات بتتجمع وتكون تقريبا طبقه سمكها مثلا من 30 ل 40 سم، وتبدا الطبقه دي تتحرك كلها مره واحده، تبدا الطبقه كلها تترسب او تنزل لتحت كلها في ايه؟ شكل ثابت، فبالتالي مكان الحبيبات بالنسبه لبعضها تقريبا بيكون ايه؟ ثابت، لانهم بيتحركوا كلهم في طبقه ايه؟ واحده. طيب 4 هو نوع من انواع تايب 3 او نفس شكل تايب 3، بس بيحصل بقى في اخر عمق خزان الترسيب، برضه في محطه الصرف الصحي، في المنطقه اللي بيكون فيها تركيز المواد الصلبه اقصى ما يكون، لان انت طبعا خزان الترسيب من فوق ممكن تلاقيه رايق، وكل ما هتتجه للقاع كل ما هتلاقي الايه؟ المواد الصلبه والملوثات عماله بتزيد. يبقى دول الاربع انواع اللي احنا هندرسهم في الايه؟ في الترسيب، تايب 1 و2 و3 وايه؟ و4. تايب 1 و2 بيحصلوا في ميه الشرب، و3 و4 بيشتغلوا في ايه؟ في ميه الصرف. طيب ازاي بقى احسب سرعه الترسيب؟ ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، ازاي اتحكم في سرعه ترسيب الحبيبات جوه الميه؟ وهنعرف ليه مهمه بعد شويه. طبعا اللي حسب لنا قانون سرعه الترسيب ده كان قانون ستوك. قانون ستوك بيقول ايه؟ اي حبيبه زي اللي قدام حضراتكم دي في الميه، اول ما بتتحط في الميه بتاثر عليها قوتين، قوه لتحت بنسميها الاف جي قوه الجاذبيه، وقوه لفوق بنسميها قوه الطفو.
الفرق ما بين القوتين دول بنسميها الدراج فورس او الاف دي، دراج فورس عباره عن الفرق ما بين قوه الجاذبيه وقوه الطفو. طبعا لو قوه الطفو اكبر من قوه الجاذبيه الحبيبه تطفو، لو قوه الجاذبيه اكبر الحبيبه تترسب للقاع، لو الاثنين بيساووا بعض تكون الحبيبه معلقه. انا عايز انهي حاله من دول؟ دايما عايز قوه الجاذبيه تكون اعلى. ليه؟ عشان يحصل الترسيب اللي انا عايزه. طب هي قوه الطفو بتساوي ايه؟ بتساوي كثافه الميه الرو ووتر في الجي معامل الجاذبيه الارضيه في حجم الحبيبه اللي قدامك اللي انت عايز ترسبها. طيب قوه الجاذبيه بتساوي ايه؟ نفس القانون بس شيل كثافه الميه حط مكانها كثافه الحبيبه الرو بتاع البارتكل. تمام؟ طيب يبقى لو حبيت احسب الاف دراج بقى اللي هو الفرق ما بين المعادلتين دول الاف بتاعت الطفو والاف بتاعت الجاذبيه هتساوي هاخد الجي وحجم البارتكل عامل مشترك، الجي والفي اهم عامل مشترك، الاثنين دول مع بعض يبقى الجي في الفي مضروبه في الفرق ما بين كثافه الميه وكثافه الحبيبه. يبقى الاف دي هتساوي الجي في حجم الحبيبه في الرو بارتكل ناقص الرو اوتر، وهسمي المعادله دي رقم واحد. نيجي بقى لقانون نيوتن. قانون نيوتن قال ايه؟ قال لي ان فرق القوه المؤثره على الحبيبه اللي هو الاف دراج، فرق القوتين دول بيساوي السي دي في الرو ووتر في الاريا بتاعت البارتكل في الفي اس سكوير على الاثنين. السي دي ده معامل بنسميه معامل السحب والجر، وده بحسبه على حسب نوع الايه؟ نوع السريان، بنسميه دراج كوفيشن، وهنقول بعد شويه ازاي نحسبه. الرو ووتر كثافه الميه، الاريا بتاعت البارتكل مساحه مقطع الحبيبه، تمام؟ الفي اس هي سرعه الترسيب اللي احنا اصلا بنعمل القانون ده عشان السرعه اللي الحبيبه هتاخدها وهي نازله من فوق لايه؟ لتحت في الخزان بتاعي. تمام؟ يبقى دي المعادله رقم 2. هبدا اساوي المعادلتين ببعض، معادله رقم 1 ومعادله رقم 2 زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده ابدا اعوض بقى مساحه مقطع الحبيبه، احنا دايما شغالين على حبيبه سفيريكال او حبيبه كرويه. فبالتالي مساحه مقطعها عباره عن دايره بتساوي باي في قطر الحبيبه سكوير على الاربعه، حيث الدي بي ده قطر الحبيبه. طيب حجم الحبيبه هيساوي باي دي بي تكعيب على السته، باي في قطر الحبيبه مكعب مقسوم على السته. وهبدا اخد الاثنين دول واعوض بيهم في القانون اللي قدامنا ده، هشيل الحجم واحط القانون بتاعه واشيل الاريا واحط القانون بتاعها. يبقى انا كده وصلت القانون احسب بيه سرعه الترسيب. المشكله كلها عندي في ان انا دلوقتي احسب مين؟ السي دي الدراج كوفيشن ده احسبه ازاي؟ السي دي بيتحدد على حسب حاجه اسمها رينولد نمبر، او على حسب بمعنى اصح نوع السريان. لو رجعنا كده للفلويد، لو حضراتكم فاكرين احنا خدنا ثلاث انواع من انواع السريان. ايه هما؟ سريان عشوائي تربلنت، وسريان انتقالي ترانزيشنال، وسريان طبقي اللي هو اللامينر. انا في الترسيب بدور على انه نوع من انواع السريان، ايه اكتر نوع ينفعني في الترسيب؟ اللامينر، لان اللامينر بيعتبر ايه؟ بيخلي الطبقات الاتقل في الوزن تنزل تحت والطبقات الخفيفه هي اللي فوق، فانا عايز السريان هنا يكون طبقي او لامينر قدر الامكان. يبقى هنا رينولد نمبر لازم يكون دايما اقل من الواحد، لان السريان الطبقي زي ما خدنا في الفلويد لازم يكون رينولد نمبر فيه اقل من ايه؟ من الواحد. ببدا احسب رينولد نمبر، ومن رينولد نمبر ده اروح احسب السي دي. طب هو رينولد نمبر ده كان بيساوي ايه؟ رو ووتر في سرعه الترسيب اللي انا عايز احسبها اللي هي الفي اس مضروبه في قطر الحبيبه دي بارتكل على الميو. الميو لو انتم فاكرينها من الترويب اللي فوق الديناميكيه، وبنحسبها على حسب درجه حراره الميه، واحنا ثبتناها لنفسنا 1.14 من 1000 في 10 اس سالب كام؟ 3. يبقى انا من هنا هبدا احسب الار اي واخد القانون ده اعوض بيه في القانون الثاني اللي بيقول لي ان السي دي بيساوي 24 على رقم رينولد. هبدا اعوض في القانونين دول مع بعض، هلاقي ان السي دي بيساوي 24 ميو على رو ووتر في الفي اس في الدي بتاع البارتكل. بس خلي بالك ان القيم دي بس في حاله السريان الايه؟ الطبقي. لو سريان تاني ترانزيشنال او تربلنت القانون بيتغير بتاع رينولد نمبر وبتاع السي دي، القانونين دول هي ايه؟ هي طبعا رينولد نمبر ثابت بس هو قيمته اللي هتتغير مش هتبقى اقل من واحد، وبالتالي قانون السي دي هيبقى مختلف. يبقى قانون السي دي اللي قدامك ده بس بحسبه او بيحسب سرعه الترسيب في حاله السريان الايه؟ الطبقي. من هنا وصلت القيمه للسي دي، ابدا ارجع للمعادله اللي كانت موجوده من شويه اللي قدامكم دي، ابدا اشيل السي دي واحط مكانها القانون اللي انا طلعته، وابدا زي ما قلنا اشيل مساحه الحبيبه وحجمها واعوض بالقوانين اللي انا قلتها. في الاخر هطلع القانون العام اللي قدامي ده. ده القانون العام لحساب سرعه الترسيب للحبيبات في حاله السريان اللامينر او في حاله السريان الطبقي. بيقول لي ان سرعه ترسيب اي حبيبه هتساوي جي في الرو بارتكل ناقص الرو ووتر في مربع قطر الحبيبه مقسوم على 18 ميو.
تمام. يبقى انا كده وصلت ان انا اثبتت سرعه ترسيب الحبيبه في السريان الطبقي. طبعا لازم تبقى عارف ان الحبيبه دي طول ما الرو بتاعتها اكبر من الرو بتاعت الميه هيحصل ترسيب، ولو الرو بتاعت البارتكل اقل من الرو بتاع الميه هيساوي او هيحصل طفو، ولو الاثنين بيساووا بعض هتكون الحبيبه معلقه زي ما قلنا من شويه. فبالتالي انا عايز دايما قوه الجاذبيه تكون اكبر من قوه الطفو عشان يحصل ايه؟ يحصل ترسيب. ده كده كام قانون ستوك. طيب المسائل هنا بتجي لك ازاي؟ ممكن يجي مساله زي اللي بقولها لحضراتكم دي في حاله وجود نوعين من الحبيبات في الميه، نوع اسمه A ونوع اسمه B، الاثنين لهم نفس الكثافه والمطلوب ايجاد النسبه بين سرعتين ترسيب. تمام. طيب اعمل ايه؟ كاني بقسم القانونين على بعض. تمام. الفي اس بتاع الاي مقسوم على الفي اس بتاع البي عشان اجيب النسبه بين سرعات الترسيب، وابدا احط القانون بتاع سرعه الترسيب فوق وتحت. ايه اللي هيختلف في القانون؟ هما في نفس السائل صح؟ الاثنين في الميه، فبالتالي الرو ووتر ثابته. طيب الاثنين لهم نفس الكثافه فالرو بارتكل هي كمان ثابته، فبالتالي هلاقي ان الجي في الرو بارتكل ناقص الرو ووتر هيروح، الجزء ده هيروح مع الجزء ده. نفس الحكايه الميو والميو هيروحوا مع بعض لان هما في نفس السائل. هلاقي ان في الاخر النسبه بين سرعتين الترسيب هتساوي مربع قطر الاولى او مربع قطر النوع A على مربع قطر النوع B. طيب في حاله برضه ان هما حبيبتين اترموا في الميه بس الكثافات بتاعتهم مختلفه، ايه اللي هيفرق في القانون؟ كل حاجه هتروح ما عدا الرو بارتكل. هيتفضل هنا الرو بارتكل بتاعت الاي ناقص الرو ووتر على الرو بارتكل بتاعت البي ناقص الرو ووتر، كل واحد مضروب في مربع قطر الحبيبه بتاعته. تمام. طيب ممكن يجي في المسائل يقول لي حاجه ثانيه، بدل ما يديني الرو بتاعت البارتكل يديني الجي اس او الوزن النوعي السيف جرافيتي، بدل ما يديني الايه؟ الكثافه او الدنسيتي. طيب ايه الحل؟ احنا عارفين ان الجي اس بتساوي دايما الرو بارتكل ناقص او الرو بارتكل مقسوم على الرو ووتر. طب انا عايز احسب قانون سرعه الترسيب بس بدلاله الجي اس بدل ما هو بدلاله الرو زي ما قدامكم كده، يبقى القانون هيقول ان في اس هتساوي الجي في الجي اس ناقص الواحد في الرو ووتر في الدي بي سكوير على 18 ميو. كل اللي انا عملته ان انا عوضت عن الرو بارتكل ده دي الجي اس مضروبه في الرو ووتر، وبعدين خدت الرو ووتر عامل مشترك ففضل قوه جوه القوس جي اس ناقص الواحد. يبقى ده القانون العام بس بدلاله الجي اس بدل ما كان من شويه القانون بدلاله مين؟ الدنسي او الكثافه. طيب ازاي بقى ببدا اصنف احواض الترسيب؟ طبقا لايه ببدا اصنف احواض الترسيب اللي موجوده في المحطات؟ اقدر اصنفها الاول على حسب اتجاه سريان الميه او اتجاه دخول الميه لاحواض الترسيب لثلاث انواع. اول نوع بنسميها احواض الترسيب ذات التصرف الافقي زي الحوض اللي قدام حضراتكم ده، ده كده ايزومتريك او شكل ثلاثي الابعاد لشكل خزان الترسيب. الميه بتبقى داخله من الاتجاه ده كده بالشكل ده، تفضل ماشيه بطول الخزان بالشكل ده لحد ما تخرج من الاتجاه اللي قدام حضراتكم ده. طيب بعد كده احواض الترسيب ذات التصرف الراسي، هنا الميه بتبقى داخله من فوق بالمنظر ده كده، الماسوره دي بتبدا تحط الميه جوه الايه؟ جوه الخزان، فالميه هنا داخله راسي للايه؟ للخزان. النوع الثالث الاحواض ذات التصرف القطري، بالمنظر اللي قدامكم ده، ده خزان دائري، الميه بتدخل من الماسوره اللي قدامكم دي وتبدا تطلع من المنطقه دي في اتجاه نص القطر بالشكل ده كده، تتوزع في اتجاه نص الايه؟ نص القطر. يبقى عندي ثلاث انواع طبقا لاتجاه السريان، سريان افقي وسريان راسي وسريان قطري. طيب اقدر كمان اصنفهم طبقا لشكل الخزان، وده اللي يهمنا قوي في الديزاين بقى، في نوعين هصممهم من اشكال خزانات الترسيب. النوع الاولاني بنسميها احواض الترسيب الدائريه، تمام، اللي هو النوع اللي قدام حضراتكم ده الحوض الدائري. طيب نبص كده نشوف الميه بتبدا تدخل ازاي. الميه بتبدا تدخل من الماسوره اللي قدامكم دي كده، بعد كده تبدا الميه تعلى هنا لحد ما تعدي الهدار اللي حواليها ده وتبدا تدخل في المنطقه اللي بره دي. المنطقه اللي بره دي بنسميها منطقه الترسيب. بعد كده الميه تبدا تعلى 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 في الخزان لحد ما توصل للهدار اللي قدامكم ده. اول ما توصل للهدار ده تبدا الميه تعدي من على الهدار وتبدا تتجمع لحد ما تطلع من الماسوره اللي قدامكم دي. طيب الخزان ده فيه كام منطقه؟ عشان الكلام ده هيفيدنا في التصميم بعد شويه. في اربع مناطق رئيسيه في خزان الترسيب. المنطقه الاولى منطقه الدخول اللي هي المنطقه دي اللي بيحصل فيها دخول الميه. ايه الهدف من المنطقه دي؟ الهدف ان انا اطمن ان الميه اتوزعت على كامل المحيط، ما دخلتش من منطقه واحده، لا ده اتوزعت في اتجاه نص القطر من كامل الايه؟ من كامل المحيط بتاع الخزان. طيب بعد كده المنطقه اللي حواليها دي كلها دي اسمها منطقه ترسيب، دي اللي بقى اللي بيحصل فيها عمليه الترسيب، تبدا الفلكس الثقيله في الوزن تبدا تنزل لتحت والخفيفه في الوزن تبدا تطلع لفوق. اللي فوق ببدا اعمل لها قشط،
والكاست ده في الاخر بجمعه على الهدار ده وابدا اجمع الميه اللي اتكسرت من المنطقه دي، يبقى انا شلت الميه اللي مش رايقه اللي موجوده على سطح الخزان. طيب بالنسبه بقى اللي تحت، الرواسب اللي اترسبت تحت تبدا كلها تتجمع في المنطقه اللي قدامكم دي، ودي المنطقه الرابعه اللي بنسميها منطقه الرواسب، منطقه الرواسب. وبعد كده ببدا اسحب الرواسب بالماسوره اللي قدامكم في المنطقه دي. يبقى احنا كده قلنا المنطقه الاولى والثانيه والرابعه. الاولى اللي هي منطقه الدخول اهي، الثانيه اللي هي منطقه الترسيب دي، الرابعه اللي هي منطقه خروج الرواسب دي. طب في المنطقه الثالثه منطقه خروج الميه بقى النظيفه بعد الترسيب، اللي هي فين؟ اللي هي المنطقه دي، الهضار بتاع الخروج ده، لان الهضار ده هو اللي بيجمع الميه اللي اترسبت وتبدا تطلع بالشكل ده كميه نظيفه. تدخل بعد كده على المرحله اللي بعدها اللي هي مرحله الترشيح. يبقى دول الاربع مناطق اللي موجودين في اي بقى خزان، مش شرط الدائري بس، هنشرح المناطق دي بعد شويه في خزان الايه؟ المستطيل. يبقى ده بالنسبه للخزان المستطيل. طيب بالنسبه للخزان الدائري، ده برضو شكل الخزان الدائري. فين الاربع مناطق بتوعنا يا باشمهندس؟ اول منطقه منطقه الدخول اهي، تبدا الميه تدخل على الهدار ده، واول ما تعدي الهدار تبدا تعديه وتدخل جوه الايه؟ جوه الخزان بالشكل ده، وتفضل بقى طول ما هي ماشيه في طول الخزان ده يحصل لها ترسيب. يبقى المنطقه دي كلها اسمها منطقه الايه؟ الترسيب، اهو الكلاريفيكيشن زون، منطقه ترسيب الميه. طيب بعد كده تبدا الميه تعلى 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 في الخزان لحد ما توصل تعدي الهدار ده، اول ما تعدي الهدار ده تطلع في الافلونت هنا او تطلع كميه نظيفه رايحه لمرحله الايه؟ الترشيح. طيب فين منطقه الرواسب بقى اللي هي المنطقه الرابعه؟ يبقى احنا قلنا دي المنطقه الاولى اللي هي الدخول، دي المنطقه الثانيه اللي هي الترسيب، دي المنطقه الثالثه اللي هي الخروج. فين المنطقه الرابعه؟ ادي المنطقه الرابعه، دي المنطقه اللي بيترسب فيها الرواسب بتاعتي، وابدا اجمعها واعمل لها دروب اوف او درو اوف قصدي او ايه؟ او اطلعها من الخزان. يبقى دي منطقه الايه؟ الرواسب. طيب ازاي بجمع الرواسب من الخزان كله اجمعها في المنطقه دي؟ دي مهمه الكاسحات اللي احنا شايفينها قدامنا دي، السكرابرز او الزحافات دي. الهدف منها ايه؟ هي عماله بتلف كده عشان تبدا تاخد كل الرواسب اللي اتكونت هنا بمساعده الميل اللي موجود في الخزان، تلمه كله وتجمعه في المنطقه بتاعت الرواسب اللي قدامكم دي. تمام؟ يبقى دي بالنسبه للخزانات سواء مستطيله او دائريه زي ما قلنا من شويه. ده برضو الخزان الدائري نفس الحكايه، في كساحات اهي زي ما انتم شايفين هنا وهنا، تبدا تلف بالشكل ده كده بشكل دوراني عشان تجمع لي في الاخر الرواسب تتجمع في المنطقه اللي في النص دي. يبقى ده الخزان سواء مستطيل او سواء دائري. طيب لو حبينا نرسم بقى الليفيجن للخزانين دول، احنا شفناه دلوقتي بشكل ثلاثي الابعاد، ده شكل خزانات الترسيب الايه؟ المستطيله. ده الليفيجن لخزان ترسيب مستطيل، زي ما قلنا دي مرحله الدخول اهي اللي هي الزون الاولاني منطقه الدخول، بعد كده تبدا الميه تدخل جوه الخزان في منطقه الترسيب اللي هي الزون الثاني، بعد كده تبدا تعدي من الناحيه الثانيه تدخل على منطقه ثلاثه اللي هي منطقه الخروج اللي بتطلع منها الميه تروح للمرشحه، ودي الكساحات او الزحافات اللي هي السكرابرز، اللي بتعمل تنشيط للرواسب اللي موجوده جوه الخزان بمساعده الميل اللي موجود ده، تبدا تجمعها كلها في الرواسب او في منطقه الرواسب دي. وابدا من هنا كده ابدا اسحب السلاج او الرواسب اللي اتكونت جوه الايه؟ جوه الخزان. يبقى ده الليفيجن لشكل خزان ترسيب مستطيل. لو بصينا عليه في البلان هلاقي ان الخزان اهو بالشكل ده، الميه داخله من هنا، دي المناطق بتاعه تجميع الرواسب، وده الميل اللي موجود في الخزان، وده الهدار بتاع عمليه الخروج اللي الميه بتروح منه للمرشحات. تمام؟ طبعا عشان لما اجي اصمم الخزان ده بعد شويه، الخزان ده له ثلاث ابعاد لازم يتصممه، العمق اللي هو الدبس، وخلي بالك ان انا بقيس الدبس من اقل نقطه، يعني ما اجيش اقيس العمق من هنا او من هنا او من هنا، الدبس بيتقاس من اقل عمق في المنطقه دي كده. طيب وله طول من اول هنا لحد هنا، خلي بالك كمان ان منطقه الرواسب مش داخله معاك في طول الخزان، الخزان طوله بيتحسب من اول هدار الخروج لحد بدايه منطقه الرواسب اهو، ده كده طول الخزان. وعرض الخزان طبعا في المنطقه دي، يبقى لما اجي اصمم الخزان هجيب له طول وعرض وارتفاع. طيب بالنسبه لاحواض الترسيب الدائريه، لو حبيت ارسمها نفس الحكايه، نفس الرسمه بس الشكل مختلف شويه، نفس الحكايه هنا، الميه بتبدا تدخل من النص بقى، مش زي خزان المستطيل بتبدا تدخل من هنا، لا الميه بتدخل من هنا جايه من الترويب اهي، تبدا تطلع وبعدين تطلع من الهدار ده او من السكرين دي تتوزع في منطقه الترسيب. يبقى دي اول منطقه اللي هي منطقه الدخول، تدخل بقى هنا يمين وشمال على منطقه الترسيب، بعد كده الميه تبدا تعلى في المنسوب، تعلى تعلى لحد ما تعدي الهدارات ديت اللي هي المفروض داير ما يدور حوالين الخزان زي ما شفنا في الشكل 3 دي، وتطلع من هنا ومن هنا تروح لميه الايه؟ تروح للمرشحات.
ونفس الحكايه دي الرواسب او السكرابرز الزحافات اللي بتجمع لي الرواسب كلها عشان تنزل في المنطقه بتاعه الراس، وبعد كده ابدا اسحب الرواسب من الماسوره اللي قدامي دي. يبقى ده شكل او قطاع اليفيجن في خزان ترسيب دائري. طب لما ابص للكلام ده في البلان، ادي الماسوره اللي بتدخل الميه، بتدخلها في منطقه الدخول دي، بعد كده الميه تطلع تروح على منطقه الترسيب اللي في المنطقه دي، بعد كده تروح تعدي الهدرات اللي داير ما يدور الخزان عشان تطلع للخروج، تروح للايه؟ للمرشحات بالشكل ده. يبقى ده البلان، بلان تقريبي لخزان ترسيب دائري. يبقى احنا كده معانا رسومات الخزان الترسيب سواء مستطيل او دائري، اليفيجن وايه؟ وبلان، وكمان معاكم الشكل ايزومتريك عشان تفهموا الدنيا ماشيه ازاي. كل اللي يهمني هنا تعرف ان اي خزان ترسيب فيه اربع مناطق، وكل منطقه بتتكون من ايه وبتعمل فيها ايه، عشان ده يهمنا في الديزاين. طيب نيجي بقى للمناطق حاجه حاجه كده، ونشوف انا بصمم ايه في كل منطقه. زي ما قلنا المنطقه الاولانيه بنسميها منطقه الدخول، سواء في الخزان المستطيل او في الخزان الدائري. يعني لو في الخزان المستطيل منطقه الدخول هو الهدار ده اللي بيدخل الميه، ومنطقه الدخول هنا هي المنطقه ده اهي اللي في النص دي اللي الميه بتدخل منها في الخزان الدائري. ايه الهدف من المنطقه دي؟ هنا انا ما بصممش حاجه، انا بس عايزك تعرف مهمه المنطقه دي ايه. اهم حاجه في المنطقه دي ان انا اضمن ان الميه تكون داخله الخزان متوزعه على العرض كله. يعني شايف الماسوره اللي مدخله الميه دي بترمي في الهدار ده، ويبدا الهدار ده يوزع الميه على عرض الخزان كله، بحيث ان العرض كله يتقسم عليه التصرف اللي جاي منين؟ من بره. نفس الحكايه هنا، بضمن ان الميه تمشي في اتجاه انصاف الاقطار كلها، ما تمشيش في اتجاه واحد بس، لا انا بوزع على كامل محيط منطقه الدخول. يبقى ده الهدف الرئيسي من منطقه الانلت زون او منطقه الدخول، لكن انا هنا ما بصممش حاجه. طيب تاني منطقه بقى اللي هي منطقه الترسيب. نبص برضو فين مناطق الترسيب. منطقه الترسيب اللي هي المنطقه دي في الخزان المستطيل، او المنطقه اللي حواليها دي في الخزان الايه؟ الدائري. لو جينا كبرناها كده، ده خزان مستطيل اهو، وانا خدت الجزء بتاع الترسيب بس خدته لوحده كده، اللي هو طوله اسمه L وعرضه اسمه W وارتفاعه اسمه D. ايه اللي بيهمني بقى في السيدمنتيشن زون؟ هنا بقى يهمني شويه حاجات مهمه بحسبها. اول حاجه، ادي الحبيبه اللي داخله الخزان لسه معديه الهدار يا دوب في المنطقه. لو بصينا على الشكل كده اللي قلناه من شويه، ده شكل الايزومتريك، الميه لسه يا دوب معديه الهدار وهتبدا تدخل جوه الخزان. يبقى البارتكل او الحبيبه اللي عايزه تترسب لسه واقفه في المنطقه دي كده، انا استلمتها من اول هنا. الحبيبه وهي داخله بيبقى لها سرعتين، سرعه راسيه بنسميها في سيتلنج، وسرعه افقيه بنسميها في هوريزونتال. الاثنين دول هم اللي انا عايز احسبهم في منطقه الترسيب. يبقى انا في منطقه الترسيب لازم بتشك على حاجتين، الفي هوريزونتال سرعه دخول الميه افقي او سرعه دخول الحبيبات افقيا، وسرعه ترسيب الحبيبات راسيا، السرعه اللي الحبيبه بتمشيها لتحت. هنا عندي ثلاث احتمالات. الاحتمال الاولاني ان السرعه الافقيه بتاعت الحبيبه تكون اكبر من السرعه الراسيه، فبالتالي الحبيبه على ما توصل لنهايه الخزان مش هتكون اترسبت، لان انا يهمني الحبيبه دي في النهايه تكون وصلت هنا القاع. لو السرعه الافقيه اكبر من الراسيه، لا الحبيبه في النهايه هتلاقيها وصلت هنا كده، يبقى انا جيت في النهايه والحبيبه لسه موجوده جوه الميه ما نزلتش القاع، ودي مشكله. النوع الثاني اللي الاثنين بيساووا بعض، دي الحاله الكريتيكال، والحبيبه بالظبط هتوصل لنهايه الخزان وهي في القاع. النوع الثالث وده افضل حل طبعا، ان الفي هوريزونتال تكون اكبر او تكون اقل من الفي سيتلنج، تكون دايما الفي سيتلنج او السرعه الراسيه او سرعه الترسيب اكبر من السرعه الافقيه. ففي الحاله دي انت فعلا قبل ما توصل لنهايه الخزان هتكون كل الحبيبات اللي دخلت اترسبت. في الثلاث حالات انا ما عنديش مشكله غير في حاله واحده بس، اللي هي الحاله الاولى اللي بتكون فيها الفي هوريزونتال اكبر من الفي سيتلنج، يبقى كده الترسيب مش هيحصل بكفاءه عاليه. طب في الحاله دي بنعمل ايه؟ قال لك باجي للخط ده كده واخد له موازي، موازي منين؟ من النقطه الكريتيكال دي. باخد موازي للخط ده اهو من المنطقه دي. وبعد كده اقيس المسافه دي، طلعت واي مثلا. بدل ما ادخل الميه من فوق خالص، ابدا ادخل الميه من هنا. اخلي الميه بدل ما تدخل للخزان من فوق خالص، لا انزل مسافه مقدارها كام؟ واي. فبالتالي انا اضمن هنا ان الميه اول ما هتدخل او البارتكل اللي هيدخل هنا على ما يوصل نهايه الخزان هيكون وصل للايه؟ للقاع. يبقى كاني وطيت مكان دخول الميه شويه من الخزان عشان اراعي ان الحبيبات في نهايه الخزان كلها يكون حصل لها ايه؟ سيتلنج او ترسيب. طيب نبدا في اول حاجه عايزين نحسبها اللي هي الفي هوريزونتال، اللي هي الهوريزونتال فيلوستي. ولو احنا بنتكلم في خزان دائري، المرادف ليها في الخزان الدائري بنسميه الراديال فيلوستي. يبقى اسمها هوريزونتال فيلوستي في الخزان المستطيل، واسمها راديال فيلوستي في الخزان الدائري او السرعه القطريه. طيب بتساوي ايه؟ اي سرعه يا جماعه بتساوي التصرف على المساحه، صح؟ يبقى دلوقتي انا بحسب السرعه دي، انا ماشي في الاتجاه ده، فين المساحه المواجهه ليها في الخزان؟ اللي هي مساحه القطاع اللي قدامي ده، صح؟
القطاع ده ابعاده W في ايه؟ في دي. يبقى اقدر اقول ان الفي هوريزونتال هتساوي الكيو على المساحه اللي هي الدبليو في الدي. ده طبعا لو خزان ريكتانجل. طب انت طبعا مش هيبقى عندك خزان واحد، احنا لما نيجي نصمم المحطه يبقى فيها مثلا اربع خمس خزانات ترسيل. نصيب الواحد من الكيو بيساوي ايه؟ كيو ديزاين على ان، حيث ان ده هو عدد خزانات الترسيب اللي انت طلعتها في الايه؟ في الديزاين. فانت مثلا لو عندك اربع خزانات يبقى هقسم الكيو ديزاين بتاع المحطه على الاربع خزانات واقسمه على مساحه القطاع ده اللي هي دبليو في ارتفاع اسمه دي. ده كده الهوريزونتال فيلوسيتي. طبعا الكود بيقول لي ان الرقم ده ما يزيدش عن 3 من 10 متر على الدقيقه. تمام؟ طيب لو هي راديال بقى، لو انا في خزان دائري ايه اللي هيفرق؟ بدل ما كنت بتقسم على الدبليو في الدي هتقسم على الباي في الفاي في الدي. وساعتها ما ينفعش السرعه دي تزيد عن 3 من 10 متر على الثانيه. ركز، عشان لو هو ريكتانجولر هيبقى متر على المينت، ولو هو دائري او قطري او راديال هيبقى متر على الايه؟ على الثانيه. طيب كده خلصنا السرعه الافقيه، عايزين بقى نحسب السرعه الراسيه سيتلينج فيلوسيتي. وهنا لها اكتر من مسمى عشان تعرف لما تجيلك في المسائل. سيتلينج فيلوسيتي دي ممكن اسميها فيرتيكال فيلوسيتي، ممكن اسميها سيتلينج فيلوسيتي، ممكن اسميها سيرفيس لودنج ريت، ممكن اسميها اوفر فلو ريت. تمام؟ وبنختصر لهم اس ال ار او او اف ار. يبقى ممكن يبقى اسمها السرعه الراسيه او سرعه الترسيب او معدل التحميل السطحي. تتحسب ازاي بقى؟ ايا كان اسمها بتتحسب ازاي؟ المره دي السرعه نازله لتحت، الحبيبه دلوقتي عايزه تنزل كده في الاتجاه ده، فين المساحه المقابله للحبيبه او العموديه على الحبيبه اللي هي المساحه دي اللي هي عباره عن العرض اللي اسمه دبليو في الطول اللي اسمه ال. يبقى هنا قسمت الكيو على الان الاول عشان اجيب نصيب الخزان، وقسمتها على المساحه السطحيه بقى بتاعت الايه؟ الخزان اللي هي دبليو ال في ايه؟ في دبليو. يبقى ايه الفرق ما بين السرعه الافقيه والراسيه؟ في السرعه الافقيه بقسم على مساحه قطاع الخزان اللي هو الدبليو في الدي، انما في السرعه الراسيه بقسم على مساحه البلان بتاع الخزان اللي هو ال في ايه؟ في دبليو. نفس الحكايه في السيركولر، هقسم على المساحه الراسيه بتاعه الخزان اللي هي باي فاي سكوير على الاربعه، مساحه الدايره. الكود برضو هنا قال لي ان الاوفر فلو ريت او السيرفيس لودنج ريت لازم يتراوح من 20 ل 45. طب احنا ما قلناش وحدته ايه؟ اي سرعه وحدتها متر على الثانيه او متر على الدقيقه. طيب هو هنا ايه الوحده اللي قدامنا دي؟ متر مكعب لكل متر مربع لكل دي. فانا لو اختصرتها تديني برضو متر على الدي اللي هي وحده سرعه، بس انا كاتبها بالشكل ده عشان اديك التعريف اللي تحت ده. يعني ايه السرعه الراسيه او يعني ايه معدل التحميل السطحي؟ يعني انا بقول لك كل متر في متر او كل متر مربع من مساحه الخزان ده بيقدر يرسب كميه ميه مقدارها اكس خلال اليوم، حيث اكس ده هو معدل التحميل السطحي، وبيتراوح من 20 لكام؟ ل 45. يعني بقول لك معدل التحميل السطحي في الخزان اللي قدامك ده 45. يعني ايه؟ يعني كل متر مربع من مساحه الخزان يوميا بيرسب 45 متر مكعب من الميه. تمام؟ يبقى ده معنى معدل التحميل الايه؟ السطحي. طيب هنا في اثبات ممكن يجي لك في المسائل، بيقول لي بروف ذات ذا سيتلينج فيلوستي ديبندنج اون ذا سيرفيس اريا اوف سيديمنتيشن تانك. اثبت لي ان السيتلينج فيلوستي اللي هي الفي اس او السيرفيس لودنج ريت بيعتمد على المساحة السطحية للخزان. يمكن يجي بطريقة تانية كمان يقول لك بروف ذات ذا سيتلينج فيلوسيتي دونت ديبندنج اون ذا ديبث اوف ذا سيدمنتيشن ايه؟ سيدمنتيشن تانك. يعني اثبت لي ان الفي اس او السيرفيس لودنج ريت لا يعتمد على عمق الخزان، ملوش علاقة بالعمق، بس بيعتمد على المساحة اللي هي ال في ايه؟ في دبليو. فأنا هقول ايه؟ مش احنا عارفين ان السرعة بتساوي مسافة على زمن؟ طب هي الحبيبة دي لما تمشي رأسي كده هتمشي مسافة اسمها ايه؟ دي خلال زمن اسمه ايه؟ تي، حيث تي ده هو زمن بقاء الميه جوه الخزان. تمام؟ زمن بقاء الميه جوه خزان الايه؟ الترسيب. يبقى اقدر اقول ان الفي اس بتساوي الدي على التي. طيب ما انا عارف من قانون تاني كنا خدناه قبل كده ان التي بتساوي الفي على الكيو. صح؟ او بمعنى اصح الفي بتساوي الكيو في التي. طيب اخد القانون ده واروح اعوض بيه هنا، يبقى الفي اس هتساوي الدي في الكيو على الفي. طب والفي حجم الخزان ده عباره عن ايه؟ ال في دبليو في دي. هلاقي في الاخر ان الدي راحت مع الدي، يبقى فعلا الخزان ده ما بيعتمدش على الدبس، بيعتمد بس على ال في ايه؟ في دبليو. طيب لو جبنا القانون ده بقى للفي اتش الفي هوريزونتال، قال لي برضه بروف ذات ذا هوريزونتال فيلوستي ديبندنج اون ذا كروس سكشن اريا اوف ريكتانجولار سيدمنتيشن تانك. اثبت ان السرعه الافقيه بتعتمد على مساحه قطاع الخزان. تمام؟ او بمعنى اصح يقول لك اثبت لي ان هي ما بتعتمدش على طول الخزان، ان طول الخزان مش مؤثر معايا في السرعه الايه؟ الافقيه. فهبدا اقول له بقى ايه؟
الحبيبه دي لما تيجي تمشي كده هتمشي مسافه اسمها ايه؟ ال. يبقى اقدر اقول ان السرعه تساوي المسافه على الزمن، حيث المسافه المره دي اسمها ال والزمن اسمه تي، بدل ما كانت هنا دي على تي بقت هنا ال على ال على تي. نفس الحكايه، انا عارف ان التي بتساوي الفي على الكيو، هعوض بيها، يبقى الفي هوريزونتال بتساوي ال في الكيو على الفي، والفي عباره عن ال في دبليو في دي، هلاقي ال راحت مع ال، يبقى فعلا ال هنا مش عامل مؤثر، المؤثر هو الدبليو والايه والدي، او الدبليو في دي اللي هي مساحه الكروس ايه الكروس سكشن بتاع الخزان. تمام، دي كده الاثباتات اللي ممكن تيجي لك في الموضوع ده. نيجي للمنطقه الثانيه، احنا كل ده كنا بنتكلم في منطقتين، ال زون منطقه الدخول، والسيدمنتيشن زون اللي هي او السيتلنج زون اللي هي منطقه الترسيب. نيجي لمنطقه الخروج بقى، الاوتلت زون. ايه اللي يهمني في المنطقه دي؟ هي فين المنطقه دي الاول؟ في الخزان المستطيل اهي، المنطقه دي الهدار ده كده الميه بتعدي منه وتطلع بره. وفي منطقه الخزان الدائري فين المنطقه دي؟ الهدار اللي داير حوالين الخزان ده، تبدا الميه تطلع منه واصحابها تروح فين؟ تروح للمرشحات. ايه هنا اللي يهمني؟ الغرض من تصميم المنطقه دي اتاكد ان معدل خروج الميه من على الهدار في المراحل الامنه او في القيم الامنه. ليه؟ عشان الهدار ده ما يحصلوش سكاورنج او نحر من الميه وعمره يقل. فبالتالي هنا بحسب حاجه مهمه جدا بسميها معدل تحميل الهدار، او الوير لودنج ريت، او الاوفر فلو وير. تمام؟ وبنرمز لها في الاخر بالرمز اللي هو كيو سمول. طيب انا لو حبيت اعرف كم متر مكعب بيعدي على طول الهدار ده اعمل ايه؟ هروح قاسم التصرف اللي داخل للحوض على طول الهدار، صح؟ يبقى الاوفر فلو وير هيساوي الكيو ديزاين على الان عشان اجيب نصيب الخزان الواحد من الكيو اللي داخله، واقسمه على مين؟ على طول الهدار. طول الهدار ده بقى هنعرف امتى احسبه، في حاله ازاي احسبه في حاله الخزان المستطيل، وازاي احسبه في حاله الخزان الدائري. يبقى احنا دلوقتي اتفقنا على حاجه، ان الاوفر فلو وير او معدل تحميل الهدار بيساوي التصرف اللي داخل للخزان اللي هو الكيو ديزاين على الان مقسوم على طول الهدار، وهنعرف ازاي نحسبه في حاله الخزان الدائري وازاي نحسبه في حاله الخزان المستطيل. طب لو حبيت اعرف بقى الاوفر فلو وير ده يعني ايه؟ هو كميه الميه اللي بتمر على كل متر طولي من طول الهدار خلال زمن مقداره ساعه. يعني كل متر طولي من الهدار ده بيعدي عليه كم متر مكعب ميه عشان يطلع لبره خلال زمن مقداره ساعه. والكود حدد لي القيمه دي او قيمه الكيو انها لازم تتراوح ما بين 6 ل 14 متر مكعب لكل متر طولي من الهدار لكل ساعه. طيب ازاي بقى احسب طول الهدار؟ هو ده الحاجه الوحيده اللي واقفه لي. طيب تعال الاول نتكلم على طول الهدار في حاله الخزان الريكتانجلر. طول الهدار بيساوي ايه؟ بص كده قدامك، مش ده عرض الخزان؟ يبقى طول الهدار هو هو عرض الخزان في الخزان المستطيل. يبقى في الخزان المستطيل هفرض ان طول الهدار هو عرض الايه؟ الخزان اللي هو بيساوي الدبل. وابدا اجرب، والله طلع الرقم ده من 6 ل 14 سيف كان بها. طيب افرض انه مش سيف، اعمل ايه؟ اروح على طول مثبت الاوفر فلو وير او الكيو سمول باقصى قيمه ليها اللي هي بكام؟ ب 14، وطلع بقى طول الهدار الجديد اللي انت هتحتاجه. تمام؟ اللي هو ال وير اللي انت هتحتاجه. بعد كده بقى ابدا افرض لاي اوت للهدار. ده اللاي اوت القديم بتاع الهدار اللي هو الشكل اللي قدامكم ده. الهدار ماشي كله حته واحده بالشكل ده. طب ايه رايك لو انا جيت كسرت الهدار بالشكل ده كده، عملت فيه كسره زي ما انت شايف؟ ايه اللي حصل؟ بدل ما الميه هنا كانت بتعدي من عرض اللي اسمه دبليو، هنا بقت الميه بتعدي من الحته دي زائد الحته دي زائد الحته دي زائد كمان الحته ده اهي زائد كمان الحته دي. يبقى انا كده طولت طول الهدار ولا لا؟ اه طولته، لان طول الحته دي كده على بعضها هيبقى اطول من عرض الحته دي كلها. تمام؟ يبقى انا اقدر اقول ان عرض الحته دي هسميه اكس، يبقى انا عندي كام اكس في الشكل ده؟ 2. يبقى طول الهدار الجديد اللي انا جبته من المعادله هساويه دبليو زائد 2 اكس، واطلع الاكس. تمام؟ الكود بس شرط عليا ان ما ينفعش الاكس ده يزيد عن تلت طول الخزان، يعني لو انت هتكسر الهدار ده تعمل فيه كسرات، ما ينفعش الكسرات دي تزيد عن تلت طول الايه؟ طول الخزان بتاع الترسيب. طبعا انت ممكن تعمل كسرتين زي ما انا عامل، ممكن تعمل كمان كسره في النص فيبقى عندك 4 اكس، يبقى دبليو زائد 4 اكس، ممكن تعمل تلات اربع كسرات ما عنديش مشكله، لحد ما الرقم ده يسيف معاك. المهم ان الاكس اللي هتطلع لا تطلع صغيره قوي ولا تطلع كبيره قوي، ما تزيدش عن تلت طول الايه؟ الخزان. مفهوم؟ طيب بالنسبه للسيركولار تانك، طول الهدار بيساوي ايه؟ بص على الرسمه كده، هو طول الهدار ده المفروض يساوي ايه؟ محيط الخزان، صح؟ يبقى طول الهدار هيساوي الباي في الايه؟
في الفوار، وغالبا هنا الهدار بيبقى كبير جدا في الطول، فغالبا دايما في الخزانات السيركولار هتلاقي الكيو موفيه او دايما هتبقى بين 6 ل 14 اللي هي سيف. نيجي لمنطقه المنطقه الرابعه بقى اللي هي منطقه خروج الايه الرواسب، اللي هي المنطقه اللي قدامكم دي، سواء في الخزان بقى المستطيل او الدائري، يعني انا جايبها هنا في الدائري وانت عرفت هي موجوده فين في الخزان المستطيل. طيب على اي اساس بقى بحسب حجمها؟ انا كل اللي مطلوب مني هنا احسب حجم المنطقه دي. احسبه ازاي؟ حجم السلاج زون دي بيساوي الكيو ديزاين مضروبه في الاس، حيث الاس دي هي قيمه السسبندد سوليد اللي داخله جوه الخزان، قيمه المواد الصلبه اللي موجوده او تركيزها الموجود جوه الميه، وده بيبقى موجود معاك في المساله جيفن، بيبقى معطى معاك. تمام؟ في الار اللي هو كفاءه الخزان ده في الازاله، مفيش خزان بيشيل 100%، دايما الخزانات دي انا بفرض ان كفاءتها 90%، فيبقى الار دايما 9 من 10 على 1 ناقص الووتر كونتنت، الووتر كونتنت هنا بفرضه من 95% ل 97%، مضروب في الجاما، والجاما باخدها من 1.3% ل 1.5%، في الان سمول في الام سمول، الان سمول هو عدد الخزانات عشان تحسب تصرف الخزان الواحد، يعني انت بتحسب الحجم للخزان الواحد، الام عدد مرات تفريغ المنطقه دي في اليوم الواحد. يعني تخيل الام دي مش موجوده وانا طلعت حجم منطقه الترسيب دي مثلا 30 متر مكعب. طب ايه رايك بدل ما اعملها 30 متر مكعب انا هفضيها 3 مرات في اليوم بس هعمل حجمها 10. يبقى كده واحد ولا لا؟ واحد. يبقى انا قللت الحجم مقابل ان انا بقيت بفرغها كذا مره في اليوم. يبقى الام هي عدد مرات التفريغ. احنا غالبا بنفرغ كل من 6 ل 8 ساعات، يعني لو المحطه شغاله 24 ساعه وبتفرغ كل 8 ساعات، يعني تقريبا عدد مرات الديسلاجنج او عدد مرات التفريغ بتساوي 3 مرات. يبقى اطلع حجم منطقه السلاج ايه زون. ده كده بالنسبه للمنطقه الرابعه. يبقى ده اللي احنا بنحتاجه في تصميم خزان الترسيب. نراجع كده من الاول ايه اللي بيتصمم. اول حاجه بحسب الهوريزونتال فيلوسيتي والستلينج فيلوسيتي او السيرفيس لودنج ريت اللي هو معدل التحميل السطحي، وبتاكد من معدل تحميل الهدار اللي هو الكيو سمول في المنطقه الثالثه، وبحسب السلاج او الحجم بتاع السلاج زون. نراجع كده معايير التصميم بقى اللي احنا هناخدها او هنصمم بيها خزانات الترسيب، سواء كان الخزان ده ريكتانجولر او سيركولر. السيرفيس لودنج ريت او الاوفر فلو ريت معدل التحميل السطحي من 20 ل 45 سواء في السيركولر او في الريكتانجولر. الهوريزونتال فيلوسيتي لا تزيد عن 3 من 10 متر على المينت في حاله الخزان الريكتانجولر، ولا تزيد عن 3 من 10 متر على السكند في حاله الخزان الراديال او الخزان السيركولر، وبنسميها ساعتها في راديال. عمق الخزان ده بيبقى من 2 ل 4 متر، عرض الخزان دايما لا يزيد عن 12 متر، طول الخزان لا يزيد عن 4 اضعاف طوله وما يزيدش في اي حال من الاحوال عن 50 متر، قطر الخزان ده لو هو دائري ما يزيدش عن 40 متر، الميه بتقعد جوه الخزان ده من ساعتين لثلاث ساعات، الاوفر فلو ريت في الاوفر فلو وير اللي هو معدل تحميل الهدار الكيو سمول من 6 ل 14 متر مكعب لكل متر طولي لكل اور، دي خلوها لكل اور. تمام. السايد سلوبس اللي هي الميول الجانبيه بتاعت ارض الخزان بتبقى من 1 ل 2% للخزان الريكتانجولر، ومن 2 ل 4% للخزان السيركولر. النسبة ما بين الطول والعرض بتبقى من ضعفين لأربع أضعاف، يعني الطول بقدر الإمكان ما يزيدش عن ضعفين، يبقى يتراوح من ضعفين العرض لأربع أضعاف العرض زي ما قلنا. عدد التنكات ما ينفعش عدد التنكات يقل عن 2، دايما المينيمم في عدد التنكات يكون عندك خزانين وأنت بتصمم. يبقى دي الحاجات اللي إحنا هنستخدمها أثناء تصميم خزان أو خزانات الترسيب. طيب المسائل بتيجي إزاي يا جماعة؟ دايما في أربعة فاريبلز هنا بيجوا لك في المسائل، أو بتبدأ بحاجة من أربعة. يا اما يديك الريتنشن تايم اللي هو زمن البقاء تي، يا اما يديك السيرفيس لودنج ريت معدل التحميل السطحي، يا اما يديك السرعه الافقيه لو هو ريكتانجولر او السرعه القطريه لو هو دائري. يبقى احنا عندنا كده ثلاث حاجات. يا اما يديك معدل تحميل الهدار. دايما هتبتدي بحاجه من دول وخلاص، احنا عرفنا كل واحد من دول قانونه ايه، بدخل اعوض بيه واجيب مساحه الخزان. لو اداك حاجه واحده لازم تتشك على الثلاثه الباقيين. تمام؟ زي ما قلنا، يعني افرض هو بس اداني الريتنشن تايم ساعتين مثلا، لازم اتاكد من معدل التحميل السطحي ومن السرعه الافقيه ومعدل تحميل الهدار. اداني معدل تحميل الهدار، لازم اتاكد من بقيه الحاجه. يبقى لازم اعمل اتشيك على بقيه الايه؟ الكرايتيريا. طيب قبل ما ندخل في المسائل نتكلم على نوع مهم برضو من انواع خزانات الترسيب مطلوب مننا نصممه، هيجي عليه مسائل بعد شويه، اللي هو الكلاري فليكيوليتورز تانكس او خزانات كلاري. الخزانات دي ببساطه خزان واحد بيغنيك عن عمليه الترويب والترسيب مع بعض، يعني الخزان بيحصل فيه العمليتين،
يعني انت مجرد بس بتدخل الميه على الرابيد ميكسنج تانك على خزان الخلط السريع، والريدي الميه خلاص بتدخل على الكلاري فلوكيوريتور، يحصل لها خلط بطيء، بعد كده الميه على طول في نفس الخزان يحصل لها ترسيب. ده شكل الليفيجن اهو في خزان الكلاري فلوكيوريتور. الميه بتبدا تدخل من هنا عمليه الخلط السريع في المنطقه دي، تبدا تطلع يمين وشمال تروح على مناطق الترويب، دي البدلات اللي احنا متعودين عليها في خزان الخلط البطيء، تبدا تقلب او تدور عشان يحصل عمليه التقليب البطيء. بعد كده الميه بتطلع من منطقه الترويب دي بعد فتره مثلا نص ساعه، تروح على مناطق الترسيب يمين وشمال المنطقه دي، وبعد كده الميه تبدا تعلى لحد ما تعدي وتروح في الهدرات اللي هتودي الميه للايه للمرشحات. وادي منطقه خروج الرواسب اهي، ودي الماسوره اللي بسحب بيها الرواسب بره الخزان. طيب حد يقول لي دلوقتي فين الاربع مناطق اللي كنا بنتكلم عليهم في الخزان ده بقى؟ اول منطقه منطقه الدخول اللي هي المنطقه دي، تاني منطقه منطقه الترويب منطقه الترسيب اللي هي يمين وشمال اهي الحته دي كده والمنطقه دي كده، تالت منطقه اللي هي منطقه الخروج اللي هو الهدار اللي هو داير ما يدور حوالين الخزان، رابع منطقه اللي هي منطقه الترسيب اللي هي المنطقه اللي تحت دي. ايه الكرايتيريا اللي المفروض نبقى عارفينها هنا وهنتكلم عليها؟ قطر منطقة الترويب بسميه فاي اف او فاي فلكيوليشن، قطر الخزان كله بسميه فاي، الدبس بتاع الخزان الكبير او منطقة خزان الترسيب بسميها دي، الدبس بتاع منطقة الترويب بسميه دي فلكيوليشن. دي بس الحاجات اللي انا عايزك تعرفها. طب هل هيفرق هنا التصميم عن التصميم اللي قبل كده؟ هيفرق في حاجات بسيطة نتكلم عليها دلوقتي. اول حاجة انت لما بتيجي تصمم هنا بتقسم المسألة جزئين، جزء الفلكيوليشن زون او منطقه الترويب، وجزء السيدمنتيشن زون او منطقه الترسيب. هنا لازم تكون عارف ثلاث حاجات، ان زمن بقاء الميه هنا بيبقى من 20 ل 40 دقيقه، الدبس بتاع الفلكيوليشن هو هو الدبس الكلي بتاع الحوض ناقص من نص الواحد متر، يعني لو بصينا هنا هلاقي ان الدبس ده لازم هيساوي الدبس ده ناقص حته صغيره، الحته الصغيره دي بتبقى من متر لايه؟ لنص متر، من نص متر لمتر. طيب القطر بتاع منطقه الترويب بيبقى من ثلث النص القطر بتاع الايه؟ الخزان كله. طيب منطقه الترسيب بقى زمن بقاء الميه فيها بيبقى من 2 ل 2 ونص ساعه، الدبس بتاعها بيبقى من 3 ل 4 متر، القطر بتاعها لا يزيد عن 40 زي الخزانات الترسيب العاديه. زمن بقاء الميه التوتال بقى عباره عن ايه؟ انت بتقعد في منطقه الترسيب من ساعتين لساعتين ونص، وبتقعد في منطقه الترويب حوالي نص ساعه، يبقى لو قلنا مثلا دي ساعتين ونص دي نص ساعه، يبقى زمن بقاء الميه كله كام؟ 3 ساعات، يبقى ده زمن الميه التوتال. طيب ايه اللي هيفرق بقى في التصميم؟ مفيش اي حاجه هتفرق في القوانين اللي خدناها غير حاجه واحده بس، اللي هو معدل التحميل السطحي اللي هو السيرفيس لود جريد. كان زمان بنقول بيساوي الكيو ديزاين على باي فاي سكوير على 4. هنا هتاخد انهي فاي؟ هنا هتاخد المساحه الصافيه اللي هي مساحه منطقه الترسيب، يعني بتطرح مساحه منطقه الترويب من الايه؟ من القطاع. فبقول باي على 4 في الفاي كلها سكوير ناقص الفاي بتاع الفلكيوليشن ايه؟ سكوير. لان انا باخد بس المساحه بتاعت منطقه الترسيب، يعني كاني بخصم من المساحه السطحيه بتاعت الخزان منطقه الايه؟ الترويب. ده بس الاختلاف الوحيد في المسائل. طيب المسائل بقى بتتحل ازاي والديزاين هيتعمل ازاي؟ اول حاجه عايزك تركز فيها الجدول ده هيتحفظ زي اسمك، لان ده هو اللي بيعتمد عليه كل حاجه في الديزاين، فالكرايتيريا دي لازم تكون عارفها كويس جدا زي ما شرحناها من شويه. طيب تاني حاجه بقى، دايما مفتاح المسائل بيبقى حاجه من اربع حاجات، دايما يا اما هيديك زمن البقاء، يا اما هيديك السيرفيس لودنج ريت، يا اما هيديك الفي هوريزونتال اللي هو ريكتانجولر او الفي ريدي اللي هو دائري، يا اما هيديك الاوفر فلو وير اللي هو معدل تحميل الهضام. طيب دايما انت عارف ان القانون اللي بحسب منه الزمن اللي هو الفي بتساوي الكيو ديزاين في التي، ده برضه يبقى في دماغك، لان لو بدا لك بالتي انت هتبدا بالقانون ده. تمام؟ طيب السيرفيس لودنج ريت خلاص احنا عرفنا القانون بتاعه لو انت ريكتانجولر ولو انت سيركل. طيب الفي هورزنتال والفي راديال برضه القانونين احنا حافظينهم. طيب الاوفر فلو وير القانون احنا حافظينه، وعرفنا ان ال وير في حاله الخزان الريكتانجلر بيساوي دبليو، ولو مش سيف عرفنا بعمل ايه وبغير اللي اوت ازاي، والطول الهدار برضه في حاله الخزان الدائري بيساوي باي في الفاي اللي هو محيط الايه؟ محيط الخزان. يبقى احنا كده القوانين كلها قدامك اهي، وعرفت المساله دايما بتبتدي او بتتفتح بحاجه من الثلاث مفاتيح دول، هو من الاربع مفاتيح اللي قدامك دول. كده يبقى احنا خلصنا شرح عملية الترسيب، وان شاء الله هنبدأ في المسائل. طيب قبل ما نبدأ في المسائل هنراجع بس حاجات بسيطة كده على النظري. هنا بيقول لي describe the four functional zones of a rectangular settling tank، ناقش الاربع مناطق بتوع خزان الترسيب. احنا لخصنا كل واحدة منهم وقلنا كل واحدة اللي يهمنا فيها ايه، وبالرسم كمان خلال الايه؟ خلال الشرح.
بعد كده بيقول لي define discrete particles of calculated particles اللي هو type 1 و type 2 settling، وبرضو عرفناه في الاول. بعد كده بيقول لي draw a cross sectional elevation of circular tank showing all pipes. اشرح بالرسم او وضح بالرسم كل العناصر اللي موجوده في الاليفيجن بتاع خزان الترسيب الدائري. طبعا انا اديتكم رسمه بلان واليفيجن للخزان الدائري والخزان الريكتانجل. رابع حاجه بيقول لي draw a cross sectional elevation of rectangular sedimentation tank، نفس الحكايه بس للخزان الايه؟ الريكتانجل. طيب السؤال الثاني بيقول لي prove that the design settling velocity for rectangular sedimentation tank is not depending on the tank depth. انا حليت الكلام ده في الشرح بالظبط، وعرفنا ازاي ان السيرفيس لودنج ريت او السيتلنج فيلوسيتي ما بتتاثرش بالديبس بتاع التانك. السؤال اللي بعده بيقول لي تو بارتكلز ار ريليزد ان ووتر، حبيبتين اتسابوا في الميه ات ذا سيم تايم، في نفس الوقت، يعني انا رميت حبيبتين في ميه في نفس الوقت. بارتكل A كانت الدايمتر بتاعتها نص مللي، وبارتكل B الدايمتر بتاعتها 95% مللي. وات از ذا ريشيو اوف ذا سيتلنج فيلوسيتي اوف بارتكل A to that particle B. ايه النسبة ما بين سرعة ترسيب A و B؟ تمام؟ وافرض ان هما equal densities، افرض ان هما لهم كثافات متساوية، يعني الكثافة بتاعتهم متساوية. طبعا احنا قلنا الكلام ده بالتفصيل، وقلنا ان انا هقسم السرعتين على بعض، هلاقي ان كل حاجة في القوانين راحت، ما فضلش غير مين؟ مربع القطرين، فهربع قطر الأولاني على مربع قطر الثاني يديني 28 من مية. نبدأ بقى في المسائل بتاعة الديزاين. أول سؤال بيقول لي find the number of units and dimension of plane sedimentation tank. هات لي عدد وأبعاد البلين سيدمنتيشن تانك من النوع الإيه؟ السيركولر. ركز، هو بيقول لك إن هو نوعهم هنا سيركولر. المطلوبة for a city with an expected population 150,000 كابيتال. إذا كان والكلام ده المدينة عدد سكانها 150,000 شخص، الـ average water consumption 240 لتر لكل شخص لكل يوم. أبعاد التانكات دي the tank's dimension must be selected to give an overflow rate of 35 متر مكعب لكل متر مربع لكل دي. أبعاد الخزانات دي وعددها، وأنت بتختارها تحط في اعتبارك إن السيرفيس لودنج ريت أو الأوفرفلو ريت ما يزيدش عن كام؟ 35 متر على الدي. And retention time period of 3 hours، والزمن بكام؟ 3 ساعات. زي ما قلت لك مفتاح اي مساله هيكمن في حاجه من الاربع حاجات. هو هنا ادالك حاجتين من الاربعه، الاوفر فلو ريت ب 35 والتايم بكام؟ ب 3 ساعات، واداك البابيوليشن والكيو عشان تحسب منهم الكيو ديزاين. فهبدا اول حاجه احسب الكيو ديزاين، 1.1 في 1.4 في البي في الكيو على 1000، الرقم ده يطلع 550,440 متر مكعب على الدي. بعد كده عملت ديزاين بقى بتاع السيدمنتيشن تانك، طبعا انا عايز اكترهم وعددهم، قطر الخزان كام وعدد الخزانات. هبدا اول حاجه بالسيرفيس لودنج ريت. انا عارف ان السيرفيس لودنج ريت بيساوي الكيو ديزاين على الاريا، صح؟ طيب الكيو ديزاين مش معايا، السيرفيس لودنج ريت معايا، طلعت الاريا طلعت ب 1584، بس خلي بالك ان دي مساحه كل الخزانات. طيب انا عارف بقى الزمن، بقى مش مديني الزمن، ما انا عارف ان الكيو ديزاين بتساوي الفي على التي، عوضت بالقانون ده طلعت الحجم، طلع الحجم 6930. بقى معايا حجم ومعايا اريا، لو قسمتهم على بعض اجيب مين؟ الدبس، طلع ب 4.375. طيب بعد كده بقى خلاص انت جبت الدبس ومعاك الحجم ومعاك الاريا، فاضل ايه؟ فاضل انك تجيب بقى ابعاد المساحه دي، طول في عرض او قطر. هو طبعا قايل لك هنا ان هو دائري، يبقى هو عايز القطر. فانت قدامك حلين، يا تفرض العدد وتطلع القطر، يا تفرض القطر وتطلع العدد. وانا قايل لك في الكرايتيريا ان اقصى قطر هو كام؟ 35. يبقى افرض الاقطار لان العدد مفيش مع حاجه متاحه ان انا افرضها، هو اقل حاجه 2 اه، بس خليني في الاقطار لان انا عارف الماكسيمم بتاعها اللي هو كام؟ 35. فرضت الفاي او ب 40 يعني، فرضت انا الفاي ب 35 وساويتها بقى بالمساحه اللي هي 1584 بتساوي ان من الخزانات، كل خزان مساحته باي فاي سكوير على الاربعه، طلع تقريبا انا عايز 1.65%، قربتهم طبعا لكام؟ لخزانين. بعد ما قربتهم ارجع احسب الفاي اكشوال تاني، طلعت 31.8. يبقى انا عايز خزانين، كل خزان قطره كام؟ 31.8 وارتفاعه كام؟ 4.375. كده المفروض انا خلصت ديزاين، بس لحد هنا ما توقفش. هل انت عملت تشيك على الاربع حاجات؟ انت كان معاك التايم ومعاك السيرفيس لودنج ريت، لسه ما عملتش تشيك لا على الراديال فيلوسيتي ولا على معدل تحميل الهدار. نبدا بالراديال فيلوسيتي اللي بتساوي الكيو ديزاين على الان على الباي في الفاي في الدي، ده القانون اللي احنا اثبتناه. كيو ديزاين معايا، الان خزانين، الفاي معايا، والدي معايا، والايه؟ والباي معايا.
طبعا ما انساش ان انا اقسم على 24 في 60 في 60، لان انا عايز الرقم يطلع متر على الثانيه. طلع الرقم ده 7 من 10 تلاف، المهم انه ما يزيدش عن كام؟ 3 من 10 متر على الثانيه، يبقى انت كده سيف. نروح بعد كده لمعدل تحميل الهدار اللي بيساوي كيو ديزاين على ال مقسومه على المحيط، لان احنا هنا طول الهدار هو محيط الخزان لانه خزان دائري، يبقى ال بتاع الوير هو الباي في الايه؟ في الفاي. طيب ليه ضربت في 24؟ لان انا عايز الرقم ده يطلع بالمتر المكعب لكل متر طولي لكل اور. لو ما كنتش قسمت على 24 هتطلع بالمتر على الدي، انا عايزه متر على الاور، يبقى اقسم على كام؟ 24. طلع الرقم ده 11.6، المفروض يبقى بين ال 6 وال 14، يبقى برضه سي. يبقى انا كده سيفت الايه؟ المساله. ناخد المسألة دي، بيقول لي a water treatment plant is processed 60,000 متر مكعب على الدي، ده الكيو ديزاين. The radial velocity 1 في 10 أس سالب 3 متر على الثانية، يبقى ده الراديال فيلوستي أو الـ VR. Depth of water is 4 متر، الدي بتاع الخزان ده كان 4 متر. الماكسيموم دايمتر لا يزيد عن 30، يعني افرض القطر براحتك، المهم الفاي ما تزيدش عن كام؟ عن 30. Determine the number and dimensions for the circular sedimentation tank أو tanks. احسب لي عدد وأبعاد الخزانات الدائرية اللي احنا هنحتاجها. هو حدد لك النوع هنا بأنه ايه؟ دائري. بعد كده قال لك check the retention time، check على الزمن، service loading rate والoverflow wear. بعد كده قال لك determine the volume of sludge per day for each tank، احسب كمية السلاج اللي بيطلعها كل تانك خلال اليوم. طيب نبدأ زي ما احنا متعودنا، ننزل الـ given، كيو ديزاين، الـ depths، الـ VR، الـ phi A maximum. وهو مديني شوية حاجات هنا في القوس، الحاجات دي هحتاجها فين؟ لما أجي أصمم السلاج أو أطلع حجم السلاج. السسبندد سوليد اللي هو الـ S أو الـ SS بكام؟ 150 مللي جرام على اللتر. الريموفال ريشيو زي ما قلنا لو ما ادهاليش أصلا أنا بفرضها بـ 9/10 أو 90%. الجاما مديها لي ب 1.5% والووتر كونتنت مديه لي بكام؟ 96%. ايه هنا من الاربع حاجات هو بدا لي بيهم؟ اداني الفي ار، يبقى ابدا بيها. انا عارف ان الفي ار بتساوي الكيو ديزاين على الان على الباي في الفي في الفي في الفاي في الدي. كيو ديزاين معايا طبعا الان مش معايا، عدد الخزانات مش معايا، على باي في فاي في ايه؟ في الدي. الكلام ده بيساوي الفي ار اللي هي 1 في 10 اس سالب 3. طلع لان هنا خزانين تقريبا 1.84، قربتهم الاثنين وارجع اعوض في القانون ده تاني عشان اطلع الفاي اكشوال، طلعت ب 27.63%، المهم انها ما تزيدش عن كام؟ عن 30. نبدا بعد كده اعمل تشيك على الثلاث حاجات اللي كانوا مش معايا، اللي هو الريتنشن تايم والاوفر فلو وير، معدل تحميل الهدار، والسيرفيس لودنج جريد. ابدا اول حاجه بالريتنشن تايم. القانون بتاعه بيقول لي ان الفي بتساوي الكيو ديزاين على التي، فبالتالي التي هتساوي الفي على الكيو ديزاين. حجم الخزان عباره عن ايه؟ باي على 4 في الفاي سكوير اللي هو 27.63% في العمق بتاع الخزان اللي هو كام متر؟ مديهولي 4 متر، يبقى ده حجم الخزان الواحد على الكيو ديزاين. بس خلي بالك انها الكيو ديزاين بتاعت الخزان الواحد برضه. انت عندك الكيو ديزاين اللي داخله للخزانين كام؟ 60,000، يبقى نصيب الخزان واحد 60,000 على الاثنين. طيب انت عايز الرقم ده يطلع لك بالمينت صح؟ طيب وهو اصلا كده لو عوضت اللي قدامك ده ايه اللي هيطلع لك بوحده الايه؟ الكيو ديزاين عندك بالدي، يبقى هيطلع لك بالدي، يبقى لازم اقسم على 24 في كام؟ في 60، يبقى قسمت على 24 في 60 عشان الرقم يطلع لي بالمينت، طلع 115 ايه؟ مينت، اللي هو في الاخر حوالي 1.92 اور. طبعا الكلام ده انسيف لان احنا المفروض قلنا ان زمن البقاء بيبقى من 2 لكام؟ ل 3. طيب ايه الحل؟ طبعا لو هو ما قالكش حل خلاص انت بتسكت على كده وتقول ان هو انسيف، عملت تشيك وسكت. طيب لو قال لك عايز حل للموضوع ده، ايه الحل؟ ببدا بقى اثبت التايم بساعتين واحسب حجم جديد، وبعد كده اروح بالحجم الجديد ده اعوض في قانون الفي راديال، اطلع ايه؟ دبس جديد، اثبت الفاي واطلع دبس جديد، او اثبت الدبس واطلع قطر جديد. تمام؟ عشان ابدا اسيف الكلام ده. طبعا احنا هنا قلنا بس انسيف وايه؟ وسكت. بعد كده بدات اعمل تشيك على السيرفيس لون جريد اللي بيساوي الكيو ديزاين على الان 60,000 على الاثنين مقسوم على المساحه باي 5 سكوير على 4، طلع 50.3%. طبعا ان سيف، انا المفروض اخري 45 طبقا للكود، يبقى الحل قدامي ان انا ابدا ازود القطر، بس احنا هنا هنقول ان سيف ونسكت. الاوفر فلو وير نفس الطريقه، كيو ديزاين على الان على الباي في الفاي واقسم على 24 عشان يطلع لي على الاور، طلع 14.4. ان سيف هنا قدامي برده حل من الاثنين، يا اما ازود القطر
يا اما ابدا اعمل تكسير في الهدار ده داير ما يدور عشان ازود تور، لكن احنا هنا بس بنعمل تشيك. طيب كان في حاجه كمان في السؤال ده بيقول لي احسب لي حجم السلاج زون. قانون السلاج زون اهو، كيو ديزاين في السسبندد سوليد في الار على 1 ناقص الووتر كونتنت في جاما في ام في ان في 10 اس 6. كيو ديزاين ب 60,000، سسبندد سوليد مديها لي 150 مللي جرام على اللتر، الار قلنا ب 90%، الووتر كونتنت كان مديها لي 96%، الجاما 1.5%. انا فرضت ان انا عندي بفرغ مره واحده في اليوم، وعندي كام خزان خزاني، يبقى لو انا هفرغ مره واحده خلال 24 ساعه هحتاج حجم مقداره كام؟ 96.4 متر مكعب على الدي. طب افرض انت هتفرغ 3 مرات في اليوم، يبقى الام دي عندك بكام؟ ب3، فبالتالي الحجم هيقل لانك بتفرغه كل 8 ساعات بدل ما بتفرغه كل 24 ساعه. طيب في سؤال كمان ممكن ينطلب في المسائل اللي زي دي، يقول لي احسب لي النت ووتر برودكشن، صافي انتاج الخزان ده من الميه. هل الخزانات دي لما يدخل لها 60,000 متر مكعب هتطلع لك في الاخر للترشيح 60,000 متر مكعب؟ لا، هتخسر منهم حاجه. الخصم ده بيساوي ايه؟ او النت ووتر برودكشن بيساوي ايه؟ هو نصيب الخزان الواحد كام؟ مش الاثنين كان بيدخل لهم 60,000؟ يبقى نصيب الواحد 60,000 على الاثنين، ناقص كل واحد بيطلع منه سلاج قد ايه في اليوم؟ 96.4 متر ايه؟ مكعب. يبقى صافي الخزان الواحد في اليوم 29,903.6 متر مكعب. عشان كده لو رجعنا بالزمن لورا شويه، في الاول خالص لما كنت بقول لك ليه الكيو ديزاين بينضرب في 1.1، قلت لك عشان ال 10% دي 3% منهم بيهدر في الترسيب و7% بيهدر في غسيل المرشحات. احنا هنا فقدنا تقريبا ال 3% اللي هم كنا عاملين حسابهم في الايه؟ في الاول. طيب في هنا تشيك او تريكه بسيطه كده ممكن تجي لك، انا فرض هنا التفريغ مره واحده في اليوم، فبالتالي ده اجمالي حجم الرواسب في اليوم. طب لو انا فرضت ان التفريغ 3 مرات في اليوم، فالرقم ده يتقسم على كام؟ على 3. سي مثلا طلع لك 30 متر مكعب، بس مش هيبقى في اليوم، ده لكل مره التفريغ، صح؟ يبقى في اليوم ارجع اضربه ثاني في كام؟ في 3، عشان لما اجي اعوض في النت ووتر برودكشن بطرح هنا اجمالي السلاج خلال اليوم كله، مش خلال مره التفريغ الواحده. انا هنا الاثنين بيساووا بعض عشان انا اصلا في اليوم بفرغ مره واحده، انما لو بفرغ 3 مرات في اليوم والمره ب 30 يبقى الثلاث مرات بكام؟ ب 90، عشان لما بعوض هنا بعوض باجمالي اللي انا هسحبه خلال الايه؟ اليوم، عشان اطلع النت ووتر برودكشن. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي فور ا ووتر بيوريفيكيشن بلانت اوف كاباسيتي 100,000 متر مكعب على الدي، محطه الكاباسيتي بتاعها او الكيو ديزاين بتاعها 100,000 متر مكعب على الدي، والمطلوب number and dimension of clary flocculator units to give total detention time 3 hours. هنا نوع الكلاري flocculator اللي هو ترويب وترسيب مع ايه؟ مع بعض. وقال لك ان زمن بقاء الميه جوه المنطقتين مع بعض الخزان كله سواء ترويب او ترسيب 3 ساعات. والفلوكيوليشن تشامبر الجزء بتاع الفلوكيوليشن مصمم ان الديتنشن تايم بتاعه يكون نص ساعه 30 دقيقه، والدبس بتاعه 3.5 متر، والماكسيمم دايمتر بتاع الخزان الكبير اللي هو الاوتر زون المنطقه الخارجيه اكبر من كام؟ من 30، يعني خده ب 30، يعني الدايمتر بتاع الخزان الكبير بكام او الخزان كله منطقه الترسيب ب 30، والدبس بتاعها بكام؟ ب 4 متر. تشيك على السيرفيس لودنج ريت. بعد كده تاني حاجه قال لك احسب لي النت ووتر برودكشن لكل خزان، اذا كانت السسبندد سوليد 150 مللي جرام على اللتر، الريموفر ريشيو 90%، الووتر كونتنت 97%، والجاما 1.5 طن لكل متر مكعب. هبدا انزل الجيفن كيو ديزاين التي دي، طبعا التي الكليه، التي بتاعت الفليكوليشن بس نص ساعه، التي الدبس بتاع الفليكوليشن كان 3.5 متر، والدبس بتاع الخزان كله كان 4 متر زي ما قلنا على الرسمه في ساعه الشرح، والفاي لا يزيد عن كام؟ 30، انا خدته ب 30. اول حاجه هجيب النمبر، النمبر والايه والدايمنشن. خلينا الاول نبدا في السيدمنتيشن زون. انا عارف ان حجم السيدمنتيشن زون بيساوي الكيو ديزاين في التي، صح؟ هنا بقى اعوض بانهي تي؟ التي الكليه، لان انت هنا بتحسب حجم الخزان كله ترويب بترسيب مع بعض، حجم الخزان الخارجي كله. فبالتالي الميه هتقعد فيه قد ايه؟ نص ساعه في الترويب وساعتين ونص مثلا في الترسيب، اللي هو اجماليهم كام؟ 3 ساعات، يبقى انا بعوض هنا بالثلاث ساعات على بعض. يبقى قول 100,000 في 3 على 24 يطلع الحجم هنا 12,500 متر مكعب. الفاي انا فرضتها ب 30، يبقى بالتالي هقول الاريا بتساوي الحجم على الدبس، والدبس هو مديهولي ب 4، يبقى الاريا ب 3125 متر مربع، هتساوي ان في باي في 30 سكوير على
الأربعة، طلع ال N 4 و4 من 10، قربتهم أنا لكام؟ لخمس تنكات، ورجعت عوضت تاني عشان أحسب الفاي أكشوال، طلع 28 و2 من 10، ما زادش عن 30 زي ما هو قال لي في المسألة. نروح بعد كده لمنطقة الفليكيوليشن زون. نفس الطريقة بنفس التعويض، ال V بتساوي ال Q ديزاين في ال T، بس المرة دي أنا بحسب حجم منطقة الفليكيوليشن، يبقى أضرب في زمن بقاء المية في الفليكيوليشن اللي هو نص إيه؟ ساعة. على 24 طلع حجم المنطقه دي 20000 او 2083 متر ايه مكعب. طب والاريا؟ الحجم على الدبس، هو قال لي ان الدبس بتاع الفليكيوليشن كام؟ 3 متر ونص. طب افرض انه مش معايا، ما انا معايا الدبس بتاع السيدمنتيشن، اطرح منه من نص لواحد متر زي ما قلنا في الكريتيريا في الشرح، يبقى بكام؟ برضه ب 3 ونص. طلع الاريا هنا 595. طبعا هنا بقى في مشكله، هنا كنت بتساوي الاريا بان في باي فاي سكوير على الاربعه، ويا تفرض الفاي يا تفرض الان، مفيش مشكله. انما هنا غصب عنك انت محكوم ان الان خلاص خمسه، ما انت طلعتهم قبل كده خمسه وهم خزان واحد، ده الاثنين دول جوه بعض، فبالتالي الان هنا معروف بكام؟ بخمسه. يبقى اطلع الفاي بتاع الفليكيوليشن، هيطلع الفاي تقريبا 12 متر كام؟ 30. كده انا خلصت الديزاين بتاع الخزان، اروح بقى اعمل التشيك. هو طالب مني هنا التشيك بتاع السيرفيس لودنج ريت، هيساوي الكيو ديزاين على الان عشان اجيب نصيب الخزان الواحد، على هنا بقى الجديد كنا بنقول باي فاي سكوير على الاربعه، لا هنا باي على الاربعه في فرق الاقطار بقى، هربع القطر الكبير ناقص مربع القطر الصغير، لان انا بحسب على المساحه اللي في الايه؟ اللي ما بينهم، دي المساحه اللي بيحصل فيها ترسيب. طلع 39 ونص، يبقى سيف، انت عندك من 20 لكام؟ 45. طيب بعد كده عايز احسب الانتاج الصافي للمياه في الخزان. هقول اهو الفي سلاج بتساوي الكيو في السسبندد سويد في الار على الواحد ناقص الووتر كونتنت في الجاما في 10 اس 6 في الام في الايه؟ في الان. زي ما احنا متعودين الكيو ب 100000، السسبندد سويد مديها لك 150، الار ب 9 من 10، الووتر كونتنت كان مديه لك 97%، والجاما 1.5%، وعدد الخزانات 5 زي ما انا طلعتهم، وافترضت ان انا هفرغ مره واحده في الايه؟ في اليوم. طلع اجمالي التفريغ اللي انا هعمله في اليوم 85.7 من 10 متر مكعب، ده لكل خزان. فبالتالي النت ووتر برودكشن هتساوي نصيب الخزان 100000 على 5، ما هو اللي داخل لكله 100000، وانت عندك خمس خزانات يبقى نصيب الخزان كام؟ 100000 على 5 ناقص كل خزان بتطلع منه رواسب كام في اليوم؟ 85.7 من 10، يطلع الرقم ده، ده النت ووتر ايه؟ برودكشن بتاع الخزان. طب لو قال لي النت ووتر برودكشن بتاع المحطه كلها، اروح ضارب الرقم ده في كام؟ خمسه، لما الخمس خزانات بتوعي. مفهوم؟ تمام. هنا بقى في تركايه بسيطه برضو نقولها. افرض ان هو بيقول لك السسبندد سوليد ب 150 وجرعه الشابه ب 40 مثلا مللي جرام على اللتر. هي جرعه الشابه دي هتروح فين؟ بعد ما تتكون مع السسبندد سوليد وتتكون الندف. هي الندف دي عباره عن ملوثات بس ولا الشابه كمان؟ لا الشابه كمان، صح؟ معنى كده ان الشابه اللي بتتحط دي هي كمان بيحصل لها ايه في الاخر؟ ترسيب. يبقى لو جه في المساله واداك جرعه الشابه مع السسبندد سوليد بتجمعهم على بعض وتعوض بيهم. يعني لو قال لي هنا السسبندد سوليد 150 وجرعه الشابه مثلا 30، يبقى انا هعوض هنا بكام؟ ب 180. لان كمان الشابه هتبدا تتاخد في الحسابات معايا لان هي كده كده هتترسب. هو هنا ما قالكش واداهم لك كلهم على بعض بكام؟ 150. مفهوم؟ طيب ناخد مثال كمان، بيقول لي for a proposed water purification plant of daily capacity 75000 متر مكعب per day it's required to. مطلوب الاولاني determine the dimensions of four clarificator units. عندك اربع خزانات clarificators ومحتاج تحسب الدايمنشن بتاعهم على اساس التصرف اللي قدامك ده اللي هو 75000 متر مكعب على الدي. تاني مطلوب what would be the dimensions of one unit if the plant operation period 20 hour على الدي. المره الاولانيه كانت المحطه شغاله 24 ساعه، طب افرض ان انا قللت فتره عمل المحطه خليتها 20 ساعه، ايه اللي هيحصل وايه اللي هيتغير في الابعاد؟ تالت حاجه if one of the four units is out of operation، اذا خرج واحد من الاربع خزانات دول من الخدمه، اتاكد لي بقى ان الثلاث خزانات التانيين احسب لي فيهم الريتنشن تايم والاوفر فلو ريت لو كانوا هيشتغلوا لمده 20 ساعه. نيجي المطلوب الاولاني، طبعا ده كلاريفليكيوليتور، يبقى انا هقسم المساله سيدمنتيشن زون وفليكيوليتور زون. نبدا الاول بالسيدمنتيشن زون، هو مديني هنا الكيو ديزاين، انا عارف ان الفي بتساوي الكيو ديزاين في التي، هفرض التي هنا بكام؟
ب3 ساعات. دي طبعا التي الاجماليه اللي هي الفليكيوليشن والسيديمنتيشن مع بعض، والكيو ديزاين معايا بهضرب 75000 في 3 على 24 يطلع الرقم ده 9375 متر مكعب. هفرض الدبس ب 4 متر يبقى اقول الاريا بتساوي الفي على الدي، طلعت الاريا ب 2343.75 متر مربع. طبعا الاريا دي بتساوي ان في واي فاي سكوير على 4، هو قال لك اصلا جيفن ان ب 4 اربع خزانات، طلعت الفاي بكام؟ 27.3. نروح بعد كده للفليكيوليشن زون، نفس الحكايه الفي بتساوي الكيو ديزاين في التي، بس المره دي التي بتاع الفليكيوليشن اللي انا هفرضه بكام؟ بنص ساعه. فرضت بنص ساعة طلع حجم المنطقة دي 1562.5، فرضت الدبس نقص للدبس اللي هناك من نص الواحد متر خليته انا 3.5، بعد كده جبت الاريا اللي هو الحجم على الدبس، بعد كده الاريا ان باي 5 سكوير على 4، والان ب 4 طلع الفايب 11 وكام؟ 9.10. بعد كده رحت عملت تشيك على السيرفيس لودنج ريت كيو ديزاين على الان مقسومه على الباي على 4 في فرق القطرين او فرق مربع القطرين، طلع الرقم ده 39.55 يبقى سي. طيب المطلوب الثاني، اذا كان فتره عمل المحطه 20 ساعه، ده هيفرق في ايه؟ ان الكيو ديزاين هتزيد، هضرب في 24 على كام؟ على 20 زي ما اتعلمنا في الاول، فالكيو ديزاين بقت كام؟ 90000 متر مكعب على الدي. هبدا ثاني اشتغل على السيدمنتيشن زون، اعوض برضو الفي كيو ديزاين في التي، الكيو ديزاين اختلفت وطلع في الاخر الحجم 11250، الدبس ب 4، قسمت الفي على الدي عشان اجيب الاريا، طلع الاريا اهي بتساوي ان باي 5 سكوير على 4، هلاقي ان القطر بقى بكام؟ 29.9، بدل ما كان من شويه كام؟ حوالي 27.3. يبقى لما خليتها 24 ساعه 20 ساعه بس، القطر زاد عشان الحجم هيزيد عشان التصرف زاد. نروح بعد كده الفليكيوليشن زون، هعوض بنفس الطريقه بس الكيو ديزاين ب 90000، في الاخر لقيت ان القطر بقى ب 13، بعد ما كان من شويه بكام؟ ب 11.9، القطر دلوقتي بقى ب 13 متر. وبعد كده رحت اعمل تشيك على السيرفيس لودنج ريت لقيته ب 39 وكام؟ 2.10 سيف. طيب السؤال الثالث، انت شغال 20 ساعه بابعادك الحاليه اللي انت لسه واصل لها، لكن واحد من الاربعه دول خرجوا من الخدمه، حصل فيه كسر في مواسير، حصل مشكله مثلا في السلاج زون فوقف عن الخدمه، فانت شغال بثلاثه بس. اعمل بقى تشيك ان بقيه الايه؟ البارامترز تمام سيف. تعال اول نعمل تشيك على التي اللي هو بيساوي الفي على الكيو ديزاين. طلع التي 2:15، ماشي مقبول على اساس مثلا ان هو ممكن يقعد 20 دقيقه مثلا في الفليكيوليشن زون والباقي يقعدهم في الايه؟ في السيجمنتيشن زون. طيب عايز احسب بالظبط هو هيقعد ايه في الفليكيوليشن زون، هقول التي اف المره دي بيساوي الفي اف على الكيو ديزاين. الفي اف عباره عن ايه؟ باي على 4 في قطر الفليكيوليشن اللي هو 13 سكوير في الدبس بتاعه اللي هو 3.5 على الكيو ديزاين بتاعه الخزان الواحد اللي هو 90000 على ثلاث خزانات بقى، لان انت شغال معاك ثلاثه بس مش اربعه. طبعا الكلام ده هضربه في 24 عشان يطلع لي بالايه؟ بالاور. طلعت 37% اور، يعني حوالي 22.3 دقيقه. صيف يعني هو في الفليكيوليشن المفروض من 20 لكام؟ ل 40 دقيقه. بعد كده رحت عملت تشيك على السيرفيس لودنج ريت. المره دي بس انت معاك كام خزان؟ ثلاث خزانات، خلي بالك مش اربعه، هنا كان اربعه انما هنا بقى كام؟ ثلاثه. طلع الرقم 52.7، يعني المفروض ان هو اون ايه؟ اون سيف. طيب ناخد مثال بقى على الخزان الريكتانجولر، احنا حلينا مسائل كتير على السيركولر، نشوف بقى واحد ريكتانجولر بيقول لي: A city having a population of 250,000 capita and an average water consumption 300 liter per capita per day. It's required to determine the numbers and dimensions of rectangular sedimentation tanks. Check all dimensions. صمم خزانات ترسيب دائريه. تشيك على الاول دايمنشن. سيرفيس لودنج ريت ب 32 متر بير داي. الدبس ب 4 متر. بعد كده قال لك كالكوليت ذا نيت ووتر برودكشن ثرو ذا داي اف ذا سسبندد سوليدز ان رو ووتر 150 ملي جرام على اللتر، الريموفر ريتش 85%، الجاما 1.5%، الووتر كونتنت 97%، النمبر اوف ديسلارجنج 3 مرات في اليوم، او عدد مرات التفريغ كان 3 مرات في اليوم. طبعا جزء الووتر جزء السلاج والنت ووتر برودكشن احنا شرحناه، مش هيفرق كتير عن الخزان الايه؟ الدائري. احنا خلينا دلوقتي الاول في تصميم الخزان ده اللي يهمنا نحل. اول حاجه هبدا احسب الكيو ديزاين، 1.1 في 1.4 في 250000 في 300 على 1000. طبعا هو قال لي الوركينج بيريود 20 ساعه، يبقى هضرب في 24 على 20، طلع الرقم ده 138600. بعد كده هو مديني السيرفيس لودنج ريت، فانا عارف ان الاريا بتساوي الكيو ديزاين على السيرفيس لودنج ريت، طلعت 4331 وربع.
بعد كده الاريا دي بتساوي ان من الخزانات، وكل خزان ابعاده ال في دبليو. طيب مين اللي بيتفرض هنا؟ انا عارف ان ال اقصى حاجه فيها 50 والدبليو اقصى حاجه 12، فافرضت ال ب 50 والدبليو بكام؟ ب 15. طلعت ال ان هنا 7 22، قربتها انا ل 8، وبعد كده رجعت احسب بقى الابعاد الاكشوال. طبعا وانت بتحسب الابعاد الاكشوال ثبت دايما الدبليو واحسب ال اكشوال. ليه ثبتت الدبليو؟ عشان انا محتاج الدبليو تكون ثابته وتكون اكبر ما يمكن، عشان دي بعد كده هتكون طول الهضار وانا بعمل تشيك. فثبت الدبليو دايما وطلع ال ايه اكشوال. طلعت ال اكشوال 45 و12 سم، يبقى الابعاد 45.12 في 12 في ارتفاع كام؟ 4. بعد كده التشيكات بتاعتنا الثلاثه اللي فاضلين، التشيك بتاع التي او الدبس الريتنشن تايم قصدي، اللي بيساوي الحجم على الكيو ديزاين. الحجم بتاع عباره عن ايه؟ حاصل ضرب الثلاث ابعاد دول في بعض، والكيو ديزاين بتاعت الخزان الواحد 138600 مقسومه على 8 خزانات. طبعا بضرب في 24 عشان الرقم يطلع لي بالاور، طلع 3 ساعات، فده ايه؟ سيف. هو المفروض من 2 ل 3 ايه؟ ساعات، وساعات من 2 ل 4 كمان عادي. بعد كده تشيك على الفي هوريزونتال، الكيو ديزاين على الدبليو في الدي. كيو ديزاين 138600 برضه على 8 خزانات، الدبليو ب 12 والدي ب 4. طبعا انا عايز الرقم بالمتر على المينت، فاضرب في 24 في 60، طلع بربع متر على الايه؟ على المينت، يبقى ده سيف. التشيك الثالث الايه؟ معدل تحميل الهدار او الكيو سمول. كيو سمول بيساوي ايه؟ الكيو ديزاين على طول الهدار. احنا اتفقنا ان احنا مبدئيا في الخزان المستطيل هنفرض ان طول الهدار بيساوي عرض الخزان زي ما اتفقنا في الشرح. يبقى الكيو ديزاين 138600 على 8 على طول الهدار اللي هو بالنسبه لي عرض الخزان اللي هو 12 متر، بضرب في 24 عشان يطلع بالمتر المكعب لكل متر طولي لكل اور. طلع الرقم ده 60.2. طبعا ان سيف جدا لانه المفروض يكون ما بين ال 6 والكام؟ وال 14. طيب ايه الحل؟ هنبدا نعمل لاي اوتس ونجرب عليها. اول لاي اوت انا فرضته اللي هو اللاي اوت رقم 1 ده. فرضت ان انا هبدا اعمل كسرتين في الايه؟ في الهدار بالشكل ده، طول الكسر اسمه اكس. وبدات افرض ان الكيوب اقصى قيمه ليها اللي هي 14، فقلت ان الكيوب اللي بتساوي 14 بتساوي 138600 على 8 خزانات على طول الهدار الجديد اللي انت محتاجه اللي هو ال وير ريكوايرد. طلعت انا محتاج طول هدار 51.56. بدات بقى اعمل له لاي اوت، تعال نشوف اللاي اوت الاولاني ده. طول الهدار في اللاي اوت ده عباره عن ايه؟ الدبليو زائد 2 اكس، لان الميه لما هتيجي تعدي من الهدار ده هتعدي من الحته دي زائد الحته دي زائد الحته دي زائد الحته دي زائد الحته دي. مجموع اطوال الحته دي عباره عن ايه؟ دي وده اهي وده اهي، عباره عن الدبليو زائد ال 2 اكس دول. يبقى طول الهدار هنا في اللاي اوت الاولاني دبليو زائد 2 اكس. طب الدبليو معاك ب 12، الاكس مجهوله، وطول الهدار اللي كان طالع 51.56 طلع الاكس بكام؟ 19.78 متر. طبعا ان سيف ليه؟ لانه اكبر من ثلث طول الخزان، ثلث طول الخزان كان 15 متر، فده ان سيف. فرحت عامل ايه؟ زودت كسرات الهدار، في المقابل هقلل الاكس، فخليت بدل ما كان فيه كسرتين بس بقى فيه 4 كسرات. يبقى هنا الميه هتعدي من هنا ومن هنا ومن هنا وهكذا، طول ما انا ماشي كده الميه عماله بت ايه؟ بتعدي في المسار ده. يبقى هنا ال required بتساوي دبليو زائد 4 اكس. الاكس هنا طلعت ب 9.89، فعلا اقل من ال على الايه؟ على 3. يبقى انا هستخدم اللاي اوت رقم 2. يبقى انا كده خلصت المساله، عملت تشيك على كل حاجه موجوده عندي، فاضل بقى الجزء بتاع السلاج انتوا اتعلمتوا تحلوه في الخزانات الايه؟ الدائريه، وازاي احسب النت ووتر برودكشن. كده ان شاء الله نكون غطينا معظم الافكار، او يعني كتير جدا من الافكار اللي ممكن تجي لك في الترسيب. وان شاء الله انا مستني اسئلتكم، وربنا ان شاء الله يوفقكم في الميد تيرم، ولو حد عنده اي اسئله يبعت لي باذن الله.